فاز في الانتخابات تخيل ولا برلمان était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, mais aussi de permettre par l'union qui s'était réalisée à gauche d'ouvrir un chemin d'espoir, car il n'y a pas de démocratie simplement dans l'empêchement. هذا فاز في الانتخابات. طبعا الأغلبية منكم يعرفوا فرانسوا هولاند كان رئيس فرنسا إلى غاية ما بين 2012 و2017، وكان ماكرون كان وزير عنده. بالمناسبة وماكرون كان استقال من الحكومة نتاعو الآن ولا دخل ديبيتي ولا برلماني، وهو قال لك راكم تشوفوا يعني أنا كنت رئيس وما معناه يعني، ولكن اضطريت باش نعاود نرجع إلى آخره. لكن هذا نتذكروا له من بين ما نتذكروا له تدخله في شؤوننا بشكل فاضح وبشكل كاذب، نتذكروا له هذا المقطع. impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Je te cache qu'il y a une stéphane. هذا الكلام قالوا في جوان، نظن 15 جوان 2015، جاي قلنا بوتفليقة عنده لاكريتي، يعني عنده واحد الوضوح في الذهن وخالك لا ساجيس الحكمة باش يشارك في حل الأزمات العالمية. وبوتفليقة كان في النازعات غرقا، كان في عالم آخر. والدليل دليل قايد صالح قال لك من 2013 والبلاد تحكمها عصابة، ورانا كنا في استعمار ثاني، بمعنى انه بوتفليقه ملي ضربات الصدمه الدماغيه ولا اوت اوف اوردر ولا خارج الخدمه نهائيا، والسعيد هو اللي كان يحكم. لكن جاء هذا رئيس فرنسا ولم يستحي بعد ان التقى بوتفليقه، اللي بوتفليقه عزكم الله كان يريق على روحه وكان ما يسمعش وداير ما داير له ميكرو في ودنه وكي يتكلم ما تسمعوش، جا باش يقولنا باللي بوتفليقة عنده ألاكريتي، عنده وضوح في الذهن، عنده قدرة على التحليل، عنده حكمة. مستعدين أن يكذبون من أجل أن نظل تحت أقدام الطغاة رؤسائهم حكامهم، مستعدين أن يقولوا أي شيء من أجل أن يظل الوكلاء الجواسيس نتاعهم يحكموننا، ويا ليتهم يحكموننا بحد أدنى من احترام الإنسان، إنما يحكموننا بالبذيئين والفاشلين والفاسدين والرديئين واللصوص والقتلة.